السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ مصطفى. نعم يا شيخ مصطفى، انا كنت عاصي لله وربنا هداني. الحمد لله. قلت حيث قل الحمد لله. الحمد لله الحمد, الحمد لله. لله الحمد لله. فدلوقتي المجتمع اللي انا قاعد فيه يعني من اهلي وامي واقربي وكده مش متقبلين الوضع خالص. وكانوا متقبلينك وانت فاسق. كنت مية مية. كنت المجتمع اللي انا محوطني كله لحد ما انا اصلا فكرت ان انا اسيب البلد وامشي. هذا احسن. اسيب البلد، انا متصل بك عشان كده. الم ترى ان الذي قتل 100 نفس 100 نفس وجاء للعالم، طبعا هو ذهب الى بعد ما قتل 99 ذهب الى عابد، واحد مصلي لا يفقه في العلم الا انه يصلي ويتعبد، قال هل لي من توبة؟ أنا قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال لا 99 لا ليست لك توبة. قتله تمم 100. فذهب للعالم فنصحه بنصيحة، قال سبحان الله نعم لك توبة، من الذي يمنعك من التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا أهلها أهل صلاح يعبدون الله، اعبد الله معهم. في الطريق مات في نصف الطريق. لما مات في نصف الطريق جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا أقبل بقلبه إلى الله. ملائكة العذاب قال لا، هذا قتل 100 نفس ما عمل خيرا. فجاءهم ملك في صورة الرجل قال قيسوا ما بين الأرضين، قيسوا ما بين الأرض. فناء بصدره شبر ناحية الأرض الصالحة، فكان قبضته ملائكة الرحمة. فالشاهد أنه ترك المكان المؤذي. أنت الآن من الله عليك بالهداية التوفيق، ابحث عن مكان طيب في ناس طيب، عيش معهم لا يعرفون ماضيك السيء. صلهم بين الحين والآخر، أذهب خذ لهم كيلو لحمة كيلو برتقال، صلهم أرحامك، لكن لا تجعل نفسك مطية لهم يردونك عن دينك. كل اللي قابلني انت استشرت، انت مشيت في الطريق ده، انت مش عارف. لا سيب، هنيئا لك. انا اقول لك ان انا التحيه، انا اقول لك هنيئا لك، هنيئا لك لله. هنيئا لك باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. لا خايف ولا من امن ولا خايف من شيء، بس تعجبت من نظرة الناس لي. لا سيبها لله، يكفي ان الله يرانا على خير. الحمد لله. الحمد لله. وإياكم وإياكم، مع السلامة.